موضوع اللياقة البدنية أو التدريب أو التمرين الرياضي من أخطر الموضوعات تقريبا اللي بتأثر على الصحة العامة في جميع طبقات المجتمع وفي جميع بلاد العالم. مشكلة إن معظم الناس بيعتقد إنه لو معاه درجة علمية أو وظيفة أو متخصص فالتخصص ده يشتغل في التخصص بتاعه، فتلاقي الدكتور المتخصص في الطب ما عندوش اي فكرة عن اللياقة البدنية، الدكتور المتخصص في الهندسة ما عندوش اي فكرة عن الرياضة البدنية، المهندس ما بيعرفش في الطب والطب ما بيعرفش في الهندسة والمحامي ما بيعرفش لا في الطب ولا في الهندسة والطبيب ما بيعرفش في القانون ولا في المحاماة. مشكلة التخصص مشكلة مؤلمة للغاية. لما تيجي عند الرياضة مش تخصص، الرياضة كل مخلوقات الكرة الأرضية، كل المخلوقات اللي ربنا خلقها لازم تلجأ للرياضة أو الحركة البدنية علشان تعيش. فهنبدأ هنا الأول، هناخد أمثلة إيه قيمة الرياضة، إزاي الوجود المخلوقات بجميع أنواعها لازم تتحرك، من غير حركة الإنسان بيمرض ويموت ويعجز، ومجرد إن الإنسان عجز فقد القدرة على الحرية، فقد القدرة على اكتساب العيش، فقد القدرة على إنه استمتع بموهبة الحياة اللي ربنا عطاها له. فهنبدأ الأول بأمثلة عامة، هنبدأ بفريدة وهنشوف فريدة بتقدر الرياضة ازاي. ده طفل عندها اقل من سنة، ادي الفريدة بترقص، ولازم لو بصيت اهم حاجة تبص على ملامح وشها هتلاقي انها بترقص معناها مبسوطة. والرياضة ما ينفعش انك تمارس رياضة ولا تفهم رياضة الا لما تكون مبسوطة. فريدة مبسوطة، وده بيسموه الحالة العقلية ذات نفسها، عندها رغبة في الرياضة، عندها رغبة في الاستطلاع والاستمتاع بالرياضة. وإلا الإنسان ما يقدرش ينمو ويكبر ويبقى عنده، لازم تتحرر من الطفولة، لازم تكبر وتقف على رجلها. فتعمل إيه بالوقت إيه؟ بتمرن عضلات السفلى للظهر، لأن هي دي العضلات أو العظم هو اللي هيرفعها ويخليها تقف على رجلها. الموسيقى، بص شوف حجم الراس قد ايه، الجمجمه قد ايه، المخ البشري بيوصل وزنه لحوالي تقريبا كيلو 300 جرام لما يكبر، لكن تبص على وزنها تلاقي الحجم المخ كبير، لان ده مخلوق، ما ده انسان جسمها لسه صغير. فبتعمل ايه؟ بتمرن كل الاجهزه العضليه والعظم والاعصاب علشان كل شيء يتطور وتقدر تقف على رجليها. دلوقتي هي ما تقدرش تقف على رجليها. هنرجع تاني لفريده بعدين وهنشوف ايه قيمه الرياضه، هي بتعمل ايه بالظبط، ربنا عطلها الموهبه او في الجينات بتاعتها، في جينات الانسان، بتعرف يعني ايه ان المخرج الوحيد للحريه والصحه هو الحركه والرياضه. هناخد دلوقتي المثل التاني برضو الفريده. هنا فريدة أول مرة تقف على رجليها، هتلاقي مشكلة الوقوف إيه؟ أولاً العضلات النص التحتاني، ما النص السفلي في الجسم لسه العضلات ما حصلهاش نمو كامل، الجهاز العصبي بين المخ والأقدام ما حصلش نمو كامل، العظم لسه ما اتطورش. فهنشوف بتحاول فريدة تقف، أول مرة تقف فيها كل شيء مرتعش، محاولة مش بطلة، ولازم تحاول وتحاول وتقع وتحاول وتقع لحد ما تقدر تقف. ده بالنسبة هنرجع للموضوع فريدة برضو كمان شوية، هنشوف ازاي كل المخلوقات لازم يمر بمرحلة النمو، والنمو ما بيحصلش الا عن طريق الرياضة، مش معنى كده ان الشخص الكبير ما يتمرنش. نرجع دلوقتي لموضوع الحيوانات الاخرى. ادي المعيز بيعمل ايه؟ ده مولود لسه، لازم ينط، ولازم خلي بالك اهم حاجة لازم يبقى مبسوط، لو مش مبسوط يبقى ما عندوش الدافع العقلي انه يتمرن. بص الحيوانات دي كلها بتنط بتتشال
حاطه تجري ولازم تجري. الهدف الوحيد هو انه ينمي الجهاز العصبي. المخ لازم يعرف يتحكم في الاطراف وينمي الجهاز العضلي وينمي الجهاز العظمي. العظم لازم يبقى قوي من غير النط ومن غير الجري. وبص هتلاقي عينه بتتحرك ودنه بتتحرك، كل مشاعره بتتحرك، احاسيسه بتتحرك، الجهاز الحركي، الجهاز الاحساسي. هنتكلم في الموضوع ده لما نيجي عنده. فكل المخلوقات لازم تجري، كل المخلوقات لازم تنط، واهم حاجة كل المخلوقات لازم يكون عنده دافع عقلي مبسوط ومقتنع باللي بيقوم بيه. هنرجع دلوقتي للموضوع في المية في البحر. المخلوقات المائية الدولفينز يقوم بنفس المهمة، لازم يتحرك، لازم يجري، لازم ينط، لازم يمرن عينه وودنه أذنه وإحساسه. التلات حاجات دول أهم حاجة. أهم أول حاجة الإحساس اللي هو بنسميه التكتايل، إحساس بالمية، إحساس بالجاذبية، إحساس بالاتجاه. لازم يمرن الإحساس ولازم يمرن الرؤية، الرؤية برضو نوع من الإحساس، ولازم يمرن السمع، السمع نوع من الإحساس. وبالإحساس السمع والصوت، الصوت والضوء واللمس مع المية ومع الهواء بيقدر ينمي العضلات والعظم والجهاز العصبي، وبالتالي يقدر يعيش. والهدف طبعا هو الهدف من الحياة ايه؟ الحرية والقدرة على اكتساب العيش والبقاء. حياته بسيطة. التدريب اليومي اهم حاجة فيه الانبساط. لازم الشخص يكون مقتنع انه نرجع دلوقتي لتمريناتي انا الشخصية في محاولتي ان انا احل مشكلة ان وزني زاد وحركتي قلت واصاباتي كترت. من تجربتي، تجربة العمر كله، عرفت حكاية ان انا ارجع ازاي. كل الاصابات اللي عندي اصابات اي انسان ممكن يعجز فيها وما يرجعش على الرياضة. فانا بعمل ايه؟ فبستخدم الجيم، ازود قوة العضلات بالتدريب اليومي والصبر الجامد، وازود قدرة على ان العضلات يحصل لها ستريش او تتمدد. العضلات اللي انكمشت والاوتار والانسجة اللي انكمشت ترجع تستطيل، والمفاصل اللي اتجمدت ترجع لحركتها، والقلب مش قادر يحصل الاكسجين والدم الكافي يقدر يستعيد تاني الانسجة اللي اتدمرت فيه، والشحم اللي اتكون على الجسم ممكن. زي ما انت شايف عندي اصابات في الرجل، الغضاريف كلها متكسرة، الايدين متكسرة، الشحم زاد على البطن. من تجربتي لان عشت طول عمري في الجيم اقدر ارجع تاني واركز على كل حاجة على قدر ما ربنا يديني. التلات حاجات اللي بركز عليهم ان انا اعيد كل السنسورز، مجسات الحس في الرجلين وفي الايدين، هنتكلم عليهم كمان شوية. اقدر احرق الشحم، اقدر ارجع العظم زي ما كان. اهم حاجة في التمرين اللي انا بعمله اللي انت شايفه ده انك عضلات الكتف لازم تترفع وتجمد وتقوى. لو ما عندكش كتف الدم مش هيوصل للمخ. الكتف هو الكوبري اللي بتعدي منه الأوردة والشرايين اللي بتوصل من القلب للمخ والدراعات. مجرد انك قدرت تقوي الدراعات والكتف، الكتف هيخلي كل صحتك تترفع لفوق، وقلبك هيقدر يضخ الدم للمخ. ولو الدم وصل للمخ هتقدر تفكر وهتبدأ تتبسط وهتبدأ تتمرن. لو قلبك كويس ومخك ما فيش فيه دم يبقى ما عندكش مخ. لو ما عندكش مخ يعني ما عندكش حياة، يعني مش هتقدر تتمرن. تلاقيني كل تمريناتي بعتمد على ايه؟ ارفع الكتاف على طول، اشتغل على الكتاف. وبحاول لو الكتاف اترفعت لفوق وقوت وعظم الكتاف كله اتنصب ورجعت تاني لايام العز بتاع زمان، هقدر اتخلص من البطن الكبيرة وهقدر احل مشكلة. طبعا مش ما فيش كل المشاكل مش كلها هتتحل. الست اللي ماشيه قدامي زي ما انت شايف ماشيه مستقيمه وما عندهاش اي تشوهات زي اللي عندي. كل واحد بيحاول يحل مشكله الغضاريف. الغضاريف ما بترجعش. فانت بتعمل ايه؟ بتقوي الاربطه الجانبيه وبتقوي الاربطه اللي ما استخدمتش قبل كده. واخينا اللي ماشي برضو بيحاول بقدر الامكان على قد معرفته بالحياه. وادي الست اللي رجعت تاني جابت الحديد ورجعت تتمرن الحديد. كل واحد على قد تجربته وعلى قد معرفته. قدرت انا شويه انزل البطن، البطن بدات تقل.
عضلات البطن بدأت تطلع، الشحم بدأ يتحرق، الرجل رجلين الغضاريف متدمرة. فبعمل ايه؟ بحاول اوزع وزن جسمي بحيث اقدر استغل جزء السليم من الركبة اقدر امشي بيه. هل هقدر اجري تاني؟ الالم جامد والاصابة جامدة، وبحاول بقدر الامكان ان انا استعيد كل اللي اقدر استعيده. من غير تدريب كل شيء بينتهي في الحياة، ميعرفش اي وجود في الدنيا لو ما اتحركتش. وطبعا اهم حاجة ان لازم يكون ربنا عطالك العقل، وانك انت يا اما لو ما اتعلمتش في حياتك نتيجة انك ما روحتش الجيم وما اتمرنتش وما مارستش رياضة، تحاول تتعلم انك انت تسمع الناس وتشوف الفيديو وتشوف الناس بتعمل ايه. المشكلة الكبيرة هنا مشكلة الصبر الجامد، محتاج صبر جامد قوي، محتاج معرفة كتيرة، وممكن في النص تيأس تماما لان الاصابات كتير وتتعب جامد وقلبك النبضات هتزيد. ولذلك كل الناس بتبعد عن الرياضة، لان مش لان الرياضة صعبة، لان الرياضة بتحتاج مفهوم كتير، معلومات كتيرة، تجربة بالمرارة والألم اللي هتمر بيه علشان تتغلب على مشاكل كتير. هل الانسان ممكن يموت وهو بيتمرن؟ طبعا في ناس كتير بتموت وهي بتتمرن لما يزود عن حده. لازم تقف وتبطل لما يحصل لك اصابه. مرات كتير كانت بتحصل لي اصابه بتقعد معايا 3 شهور 4 شهور، نبضات القلب بتزيد قوي نتيجه التعب الجامد، ما اقدرش اقف، ما اقدرش ارفع ايدي على فوق. لما بتعدي فتره الكبوه او فتره النكسه بترجع تاني بالتدريج. مشكله انك ترجع بالتدريج وتتمرن بالتدريج، تتمرن معاه دي بتاخد وقت عشان تكتسب الخبره. بنتكلم هنا في الموضوع، انا خبرتي اكتر من تقريبا 60 سنه في الرياضه، 60 سنه يعني 50 منهم 50 او 55 سنه من عمر ال 12 سنه لحد عمر 72 سنه وانا موجود في الجيم. فعندي خلفيه على اتحمل الالم ازاي، اتحمل الصبر ازاي، واتحمل الهزيمه ازاي. بتنتكس كتير وعندك مشاكل كتير بتحل منهم مشكله مع مشكله. لو يأست انتهيت. والفكره والقاعده انك انت ان النجاح ما هوش دايما، اللي بينجح ما بينجحش على طول. يعني في مثل يقول لك انك انت لو فشلت 50 مره ونجحت 51 مره فانت ناجح، لانك نجحت اكتر من مما فشلت. فهي دي فكره الرياضه. هنرجع دلوقتي للحاجات العلميه اللي هي القاعده الطبيه او بيسموه التشريح الميكروسكوبي للجلد. ده يشرح لك شويه فكره الرياضه، ليه الناس بتتقدم، ليه الاطفال بتكبر، وليه ان الطفل علشان يكبر وينمو لابد انه يتمرن على طول، وايه اللي بيلعب دور في الرياضه. لو بصيت على الصوره دي كده فوق خالص هتلاقي طبقه الجلد مكتوب عليها سكين سيرفيس. تحت طبقه الجلد حوالي قول 6-5 طبقات، في طبقه الجلد اللي تحتيها على طول اللي هي متموجه، لازق في تحتيها زي ما انت شايف 4 مجسات، دي مجسات العصبيه. والزجزاج اللي ماشي في النص التحتاني الابيض اللي طالع منه الاربع وصلات، ده العصب اللي ماشي تحت الجلد. نيجي من ايد من على اليمين خالص اللي عامله زي الجزره الواقفه او الخياره الواقفه، دي اسمها ميزنر كورباسل، ده المجس بتاع الحركه او الضغط او اللمس الخفيف. لو بصيت عليه جوه كويس هتلاقي في اعصاب جوه ملفوفه على بعضها. لو ايدك لمست حاجه خفيفه، لمسه خفيفه، ده المجس اللي بيبعت اشاره للمخ، ده بيسموه تاكتايل كورباسل ذات سبيشالايزد ان لايت تاتش، او المجس العصبي اللي بيحس بالضغط او باللمس الخفيف. يبعت اشاره للمخ عن طريق العصب اللي نازل منه، السلكه اللي نازله. والعصب الابيض ده الكبير فيه ملايين من الاعصاب، كل الاعصاب دي اعصاب تذهب للمخ، معناها اعصاب حسيه ما هياش اعصاب حركيه. فده المجس اللي بيقول للمخ الجزء ده من الجلد عليه ضغط او لمس قد كده، فده بنسموه مجس او
جهاز الاحساس باللمس الخفيف. يجي بعد منه على ايده على الشمال اسمها ميركل ديسك، ده اللي عامل زي خمس صوابع داخلين في التانية بتاعت الجلد من تحت. والميركل ديسك ده برضو بيحس باللمس الخفيف، بس بالحركة بتاعته بالضغط يختلف عن الضغط بتاع ميزنر، يعني ميزنر وميركل اللي عامل زي الجزرة واللي عامل زي الصوابع ولزق في الجلد، الاتنين بيحسوا باللمس الخفيف او الوجع او اي شيء بيضغط على الجسم يقوم زانق او ضاغط على الجزرة بتاعت ميزنر ويقوم بعت اشارة كهربية للمخ يقول له نوع الضغط ايه. ميركل بيقوم بنفس الطريقة بس زي ما انت شايف بيتمدد على السطح الجلد، ماشي بالعرض، واخد مساحة اكتر من العرض، يعني ما هوش ضغطه بس، بيحسس بيبعت اشارة للمخ بيقول له اللمس فين واللمس قد ايه. نيجي بقى اللي هي البنفسجي او الجزرة النايمة على بطنها بالعرض، ودي اسمها رفيني كورباسل. رفيني كورباسل دي بتاعت الضغط الجامد، لما تيجي تقف على رجليك وتنط لو بصيت عليها كويس من جوه دي بتبعت للمخ اشارة الضغط الجامد. يعني ايه؟ يعني لو انت نطيت على رجليك في القدم من تحت، في الايدين من تحت، في المقعدة وانت قاعد، فدي بتبعت الضغط العالي قوي، ولذلك تبص عليها تلاقيها بعيدة شوية عن الجلد. لازم تضغط جامد على الجلد من فوق للداخل علشان رفيني كورباسل دي تبعت الاشارة للمخ تقول الضغط الجامد هنا قد كذا. انت عندك هنا دلوقتي ثلاث مجسات، مجسر الضغط الخفيف ميزنر او اللمس الخفيف مجرد الضغط، ميركل اللمس برضو بس على مساحة بيقول للمخ اللمس ده على مساحة قد ايه، رفيني للضغط الجامد في الاماكن اللي الجسم فيها بيحتاج ان تقف على رجليك بتتنطط بتزق حاجة بدراعاتك، ده رفيني كورباس. الجزء اللي تحت خالص اللي عامل زي البصل اسمه باسينيان كورباسل، باسينيان كورباسل او كرة الباسينيان، ده متخصص فقط في الزبزبة والموسيقى. اي حاجة تترعش على الجلد لو بصيت عليه كويس كده هتلاقي زي ما يكون بصلة وفيها قشر، قشر ورا التاني ملفوفة ملفوفة ملفوفة. لما يجي اي شيء يترعش او موسيقى او زبزبة او اي رعشة على الجلد، الباسينيان كورباسل دي او المجس الزبزبات يبعت للمخ يقول له الزبزبه في المنطقه الفلانيه دي قد كذا. ولذلك الاربع مجسات الحركه اللي انت شايفهم هم دول اللي انت بتستخدمهم في كل شيء. لو انت عايز تعمل مساج، المساج بتاعك يا اما يكون ضغط خفيف بتبعته عن طريق الميزنر لمس خفيف، او بيكون لمس تقيل بتضغط جامد على الجلد وبتغير الضغط، او بيكون موسيقى او زبزبة او رعشة. كل اجهزة او كل وسائل العلاج الطبيعي عن طريق اللمس، سواء اللمس بالتذبذب او اللمس بالضغط او اللمس باللمس البسيط، كل ده بيحصل عن طريق الاربع مجسات دي. حتى الناس بتحب بعضها والبوس وكل العلاقات الجنسية والعلاقات اللمس، كل المخلوقات اللي في الدنيا اللي بتعتمد على الاحساس واللمس بتستخدم الاربع مجسات، مجس الحركة، اللمس الخفيف، مجس اللمس الخفيف، ومجس اللمس التقيل شوية، ومجس الضغط العالي، ومجس الزبزبات او الموسيقى. ده كده شرح بسيط على الاحساس بالحركة. كل دي مجسات وظيفتها ارسال مش استقبال، ارسال رسائل من الجلد للمخ، بيقول للمخ حالة الجلد ايه، ايه اللي موجود عند الجلد. وعلشان تتمرن لازم المجسات دي كلها تشتغل، لو ما تمرنتش المجسات دي كلها تموت والاعصاب كلها بتدمر والجلد ما يبعتش للمخ يقول له في لمس ولا ما فيش، في ضغط ولا ما فيش، في زبزبات ولا ما فيش. ولذلك الرياضة كلها بتتوقف على ايه، طول ما انت بتتمرن، طول ما جهازك العصبي بينمو ويتناسب بعد التمرين، طول ما انت بتقدر تقف على رجليك تنظم الدورة الدموية، تنظم الانتقال الحراري. لو الانتقال الحراري في الجلد وفي الجسم ما تنظمش
يحصل احتباس حراري، احتباس حراري، الحرارة في الجسم ما تطلعش من الجلد وتدمر الأعضاء الداخلية، ويحصل فشل أعضاء، فشل كلوي، فشل كبدي، فشل قلب، فشل أوعية دموية، فشل الشرايين، فشل الأعضاء الحيوية زي الغدد. ولذلك تلاحظ مثلا السيدات أو البنات عندهمش تقبل للحرارة العالية ولا الحرارة الواطية. ست أو البنت معظم الحريم لما يكون الجو ده ساخن بيتضايقوا قوي، لما يكون الجو بارد بيتضايقوا قوي. تلاقي الراجل قاعد ما بيتضايقش من الجو الساخن قوي وما بيتضايقش من الجو البارد قوي. والشخص اللي يبدا يتضايق من الجو اللي جو بارد وغيره مش متضايق، معناه عنده مشكله في الجهاز العصبي. والشخص اللي يتضايق من الجو الساخن وغيره مش متضايق، معناه عنده مشكله في الجهاز العصبي. دي المجسات اللي بتقوم بالمهمه دي. نرجع للتشريح الطبي اللي بيدرسه طالب الطب. عندك مقطع من الجلد طالع منه فوق شعر، الشعر الاسود اللي طالع من الجلد، واللي فوق دي طبقه الجلد. طبقه الجلد بتتكون من 5 أو 6 طبقات من الخلايا اللي بيسموها الابيثيليوم او اللي بتغلف الجلد، واللي فوق خالص طبقه الجلد الميته اللي هي لما تيجي تستحمى بتطلع منك بتروح في الغسيل، وتحت منها طبقه جلد عزله اللي هي فيها دهون بتخلي جسمك ما بيبش وما بيدوبش في المية وبتعزل الأعضاء الداخلية من الخارج. وتحت الطبقة طبقة الجلد كل المجسات موجودة. عندنا هنا 6 مجسات. نبدأ من اليمين. اليمين هتلاقي حاجة كده عاملة زي شجرة بيسموه free nerve ending أو نهاية الأعصاب الحرة اللي على إيدك اليمين. لو مشيت مع السهم هتلاقيها بالظبط تحت الجلد. دي بتعمل إيه؟ دي الأعصاب الحرة رفيعة قوي الدقيقة قوي عاملة زي الشعر وموجودة تحت الجلد. دي بتحس بالألم وبالوجع، ودي بتحمي الإنسان لما يكون موجوع أو حاجة مثلا في نار أو حاجة بتأذيك، بتقدر تسحب جلدك علشان الإنسان ما يتحرقش. كل المخلوقات لازم تعرف تحس بالخطر. دي بيسموها نهاية الأعصاب الحرة. جنبها السودة دي ده بيعتبر الشعر. كل شعرة من دول الجذر بتاع الشعرة فيه أعصاب، وفي حيوانات كتير يقدر يوقف الشعر بتاعه في حالة الخوف أو في حالة البرد. حتى الإنسان لما يكون متضايق أو في برد ممكن تلاقي شعرك واقف. دي الأعصاب اللي موجودة تحت جذر الشعر. وطبعا الحيوانات زي الأسود والكلاب وحتى الحشرات بيستخدم الشوارب بالإحساس بالأكل بالشم، بيقدر يتجسس يشوف طريقه في الدنيا بالشعر. نمرة 3 الرافيني اندينج اللي عاملة زي المشروم كده الزرقاء دي، بصيت عليها في عصب داخل من تحت والعصب متفرع من فوق. والرافيني دي مهمتها الوحيدة هو الضغط العالي. لو تابعت مشيت وراها هتلاقيها موجودة تحت في الجلد بين الجلد وبين طبقة الشحم اللي تحت الجلد، ودي مهمتها فقط الضغط العالي. الضغط العالي يعني لما تضغط جامد على الجلد، سواء انت واقف على رجليك في القعر رجل من الكعبة من تحت او في الكف ايديك تضغط على اي شيء، دي مجسات الضغط العالي. دي تبعت اشارة للمخ تقول له الضغط قد كده في الحتة الفلانية في الوقت الفلاني. نمرة 4 ميركل. الميركل سل دي المجسات اللمس الخفيف، لو بصيت عليها هتلاقيها كده رهيفة قوي وفيها شعيرات عصبية كتير وطلع منها باندل او جذر او كتلة اعصاب. وكل مجس من دول لما تيجي تضغط على الجسم او تلمسه لمس خفيف بتقدر تحس بالايه بالشيء اللي انت بتلمسه. ولذلك تلاقي صوابع ايديك تختلف عن كف ايديك، تختلف عن خلف ايديك، تختلف عن الكوع، تختلف عن البطن، تختلف عن القدم، تختلف عن العين. كل جزء في الجسم بيحس بطريقة مختلفة عن طريقة التوزيع مجسات ميركل. وكل جزء بيحس بالضغط العالي بطريقة مختلفة. الكعب الرجل تقدر تقف على رجليك مدة طويلة، ما تقدرش تقف على راسك مدة طويلة. ممكن تنام على ظهرك مدة طويلة لانك الرافيني كرباسر اللي في ظهرك تختلف عن الرافيني كرباسر اللي في بطنك. ما تقدرش تنام على وشك مدة طويلة. فكل جزء من الجسم فيه توزيع مختلف لهذه المجسات. كم مجسة هنا؟ 6. خلصنا منهم 4. خدنا النهايات العصبية الحرة
بتاعت الألم والوجع، نهايات العصبية على جذور الشعر اللي بتحس بمكان الشعر أو بإيه اللي بيحصل الشعر، مجسات رافيني بتاعت الضغط العالي، مجسات ميركل بتاعت اللمس الخفيف، والباسينيان. الباسينيان نمرت 5، الباسينيان اللي هي عاملة زي الجزرة. الباسينيان دي ما بتقدر تشوفها بالأشعة بالإم آر آي اللي هي التصوير الذري أو الذبذبي للأنسجة. الباسينيان موجودة في كل مكان في الجسم وفي الأماكن اللي انت بتحتاج تحس فيها بالذبذبة، كف ايدك او رجلك او الجهاز العصبي. الباسينيان كورباسل دي اللي بتحس بالموسيقى والذبذبات اللي موجودة في البيئة، ودي اللي كل المخلوقات بتستخدمها. السمك لازم يستخدمها علشان يقدر يحس بالحاجة قبل ما يشوفها. السمك ما بيشوفش كتير، زي انت ممكن تحس بالذبذبات، ذبذبة الشيء قبل ما تشوفه، قبل ما تلمسه، لأن الذبذبة بتنتقل في الفراغ في الهواء وفي الأجسام. فممكن أنت تحس بالشيء بالذبذبة قبل ما تلمسه بإيدك، قبل ما تلمسه بالضغط العالي، قبل ما تلمسه بشعرك، قبل ما يصيب جسمك. نمرة 6، الميزنر كورباسل. الميزنر كورباسل ده برضو مجس ضغط خفيف، يختلف عن المركل في ايه؟ لو بصيت ان المركل حساس قوي لانه كله شعر رفيع قوي وعليه مجسات في الاخر، والمركل متوزع يعني بيقدر يحس المساحة اللي موجودة فيها الضغط الخفيف. المزنر بيحس بالضغط الخفيف في نقطة معينة، زي ما انت شايف عامل زي الكرة وفي اعصاب كتير جوه، ويبعت اشارة كهربية للمخ بيقول للمخ الضغط ده قد ايه. نيجي دلوقتي عند مجسة، ده ما هوش مجس احساسي، ده ما هوش تكتايل، ده بيعتبر صمام زي كده بالظبط. المجس داخلي موجود، ده بيسموه الجولجي تندون اورجان، ده موجود بالظبط كده في الوتر اللي بيربط العضلات بالعظمه، وزي ما انت شايف بينتشر زي اسلاك كهربيه على الوتر، ولما تيجي تشد العضلات جامد، لما العضلات تنقبض جامد، الجولجي تي اورجان ده او الجسم بتاع جولجي بيحس بالضغط على الوتر بتاع العضله، انعصر قد ايه او اتزنق عليه قد ايه، ويبعت ياخد منه اشاره كهربيه، مش هيبعتها للمخ، بيبعتها لنفس العضله للمركز التحكم الموضعي بتاع العضله اللي موجود فين؟ موجود في النخاع الشوكي، ويقول للعضله هل هي وصلت للنهايه، ممكن تشد اكتر، ولا لو شدت هتتقطع. فده بنسموه مجس قطع الكهرباء بتاعت العضله. لو العضله شدت جامد قبل ما العضله تتقطع والوتر يتقطع من العظم وتحصل اصابه، مجس جولجي يقوم بعد اشاره للعضله بطل انقباض. يعني ايه بطل انقباض؟ يقفل الكهرباء على العضله، فالعضله على طول ترتخي. جسم جولجي ده اللي هو موجود في كل الاوتار في الجسم بين العظم وبين العضلات، ده اللي بيخلي الناس اللي مش متمرني هو ماشي في الشارع اي حاجه خفيفه لو حد لمسه، لو سمع صوت عالي قوم واقع على الارض. الانسان اللي بيتمرنش يقع بكتير على الارض. ليه؟ لانه ما بيتمرنش. لو اتمرن العضلات هتبقى قويه، العظم هيبقى قوي، الجسم بتاع جولجي هينتشر اكتر، والاعصاب بتاعته هتبقى فيها صحه اكتر، وتقدر يوصل لها الدم والاغذيه اكتر، ويبعت اشاره مناسبه، والانسان ما يقعش في اي مكان وما يحصلوش تمزق في اي مكان. ولذلك جولجي تندون اورجان ده اللي احنا بنركز عليه قوي في التدريب. انت بتقعد تتنطط يمين وشمال وفوق وتحت، وتتاكد ان كل عضلاتك اتمرنت علشان تقدر تخلي جولجي اورجان او مجسات الانقطاع او الحمايه، بيسموها حمايه التمزق العضلي دي، لازم بتقدر انت ترفع قدرتها على انها ما تبعتش اشاره كهربيه بسرعه لما يكون في وضع مناسب عشان تمنع سقوط الانسان. مجرد ان جولجي اورجان ده بعت اشاره يقول للعضله ما تنقبضيش، العضله هتوقف عن الانقباض، فالانسان هيقع. لو انت واقف ماشي في امان الله وقابلتك حاجه كده، حته طوبه او نازل من على الرصيف في الشارع، او قابلتك حاجه بسيطه، قابلتك شيء بسيط، والجولجي اورجان بعت اشاره قال ان الخطر جامد، وقف العضلات كلها، العضلات يحصل لها شلل جامد وموقع على الارض.
مع التدريب بتمرن أجهزة جولجي على إنها تبعت الإشارة في الوقت المناسب مش في كل وقت. ده الفرق بين الشخص اللي بيتمرن والشخص اللي ما بيتمرنش، سواء الشخص ده كان رياضي أو الشخص ده ربنا عطاله العقل وإنه بيتمرن على طول علشان صحته ما تتدهورش. فجولجي، جولجي أورجان ده جهاز تحكم في العضلات وملهوش علاقة ما بيبعتش إشارة للمخ، ده بيتحكم تحكم ذاتي في العضلات في المكان اللي العضلات بتشتغل فيه. وهنخش دلوقتي في مجس الأخير، وده برضو ما هوش مجس لمس، ما بيبعتش إشارة للمخ، ده مجس موجود في كل العضلات. الأخضر اللي انت شايفه دي عضلة في الجسم زي كل العضلات، وفي في النص فيها جهاز اسمه ماسل سبيندل ماشي بطول العضلة، وحوالين منه زي ما انت شايف ملفات أعصاب رفيعة. لما تيجي العضلة تستطيل، لما تيجي ترفع انت مثلا كوباية قهوة، كوباية شاي او قلم او كتاب او حاجة تقيلة، برتقانة او مكتب او كرسي، ازاي العضلات بتعرف التقل الحاجات دي تقولها دي؟ ايه الفرق بين القلم الخفيف والكرسي التقيل؟ لما العضلة تطول نتيجة انك انت شايل شيء بايديك او برجليك او بظهرك او شيء بترفع راسك من فوق، كل العضلات اللي بترفع راسك او ايديك او رجليك او ظهرك فيها المجسات اللي هي بيسموها مجسات الشد. مجسات الشد دي اول ما يضغط عليها نتيجة ان العضلة بتستطيل تبعت اشارة لمركز التحكم العضلي، ده مش في المخ، ده في الجهاز الشوكي، يقول للمركز الشد قد ايه، الشد اللي احنا محتاجينه قد ايه. على قد الاشارة على قد ما مركز التحكم في العضلات هيبدأ يشغل عدد العضلات اللي يناسب مع التقل. لو انت بترفع كوباية قهوة مش محتاج العضلات الكبيرة قوي، لو انت بترفع كرسي او بتشيل حد من العضلات قد وزنك بتحتاج عضلات كتير قوي. ازاي الجهاز العضلي او الجهاز العصبي العضلي بيعرف هو محتاج عضلات قد ايه، الياف عضلية قد ايه؟ ده اللي بيتحكم فيه هو الجهاز اللي انت شايفه ده، اللي بيسموه جهاز احساس بالشد او ستريتش ماسل سبيندل، اللي بيقول لمركز التحكم العضلي اللي موجود في النخاع الشوكي بيقول له محتاج عضلات قد ايه، الياف عضلية قد ايه، علشان تواجه المقاومة اللي انت عايز بتقاومها. انت بتقاوم ايه؟ انت بتقاوم قلم، بترفع قلم، بترفع الماوس بتاع الكمبيوتر، او بترفع راسك من فوق، او انت نايم وعايز ترفع راسك وتقوم من السرير، طب هتستخدم قوة قد ايه عشان تقوم من السرير وترفع نفسك؟ القوة دي اللي بيحددها هو الجهاز اللي انت شايفه ده اللي احنا بنسميه ماسل سبيندل. ازاي بقى تحط المعلومات دي كلها على بعضها وتعرف ايه اللي انا بفكر فيه؟ نبدأ بالتدريب. هتلاقيني بفكر اول حاجة بعملها ايه، بفكر في ان انا ازود، اخلي مجسات الشد العضلي تكبر وتتطور واعصابها تبقى سليمة ويوصل لها دورة دموية ويوصل لها اكسجين. لو العضلات كبرت واتمرنت وتحملت الصبر وقوة التحمل هتقدر توصل الدم للعضلات، والمصل ستريتش او مجسات الشد هتبقى سليمة. وبعدين بزود التقل، بحط اتقال بالتدريج على قد ما اتحمل علشان اخلي الجولجي اورجان اللي هو مجسات القطع اللي بتفصل العضلات عن الحركة ما تفصلش للمقاومات البسيطة. عايز اتحمل الشد الجامد والمقاومة الجامدة للاتقال علشان اقدر ارفع راسي واقدر لما نمشي في السرير. شفت الراجل العجوز اللي ماشي ورايا بيتفرج عليا كأنه بيتفرج في نزهة على حديقة حيوان. ارجعه لك تاني عشان اوريك هو بيعمل ايه. ارجع هنا اهو، ده الراجل كده زي ما انت شايف، ادي اهو ورا مني بيبص لي عايز يقول ايه المجنون ده بيعمل ايه. اه ماشي، واحد فينا مجنون. طيب وبعدين ده التمرين اللي انت شايفه ده بركز فيه على الجولجي اورجان، ازود اقوي العضلات واخلي العضلات لما تقوى العظم هيقوى، والعضلات لما تقوى لازم اجهزه الحس اللي احنا قلنا عليهم 6،
الحص الخفيف والحص المتوزع، الخفيف متوزع والحص التقيل او الضغط الجامد، والذبذبات اهم حاجه الباسينيان كورباسل، والاحساس بالوجع والاحساس بالحراره. هنا اخينا اللي ماشي بيعمل حاجه زي ما انا بعمل، بيزود هو الجولجي وبيزود الاسترتش على رجليه وظهره. انا واقف هنا اهم حاجه هرفع ايدي شويه على فوق علشان ازود الاسترتش على الكتاف. اهم حاجه هنا الكتاف، لو قدرت ارفع الكتاف واخلي الكتاف تتحمل الوجع والصبر وطول البال، هقدر اخلي القلب يوصل الدم للمخ، ولو لما يوصل لمخ الانسان بيحس بالسعاده، ولو حسيت بالسعاده هتقدر تتمرن. انت مش بتحس بالسعاده عشان تزقطط وتتبسط وتقعد تشرب قهوه وتتفرج على التلفزيون. كل شيء في الدنيا هدف منه الحركة، الرياضة، سواء انت غاوي دين، غاوي ثقافة، غاوي محاماة، غاوي طب، غاوي هندسة، غاوي علم، فيش اي شيء هتقدر تعمله لو انت ما عندكش مخ، والمخ لازم يوصل له دم، والدم لازم يوصل عن طريق الرياضة. تقريبا كده غطينا كل المواضيع، اتمنى ان الرسالة تكون وصلت.